Allahumma inna nahmaduka ve nesta'inuka ve nestahdik. Amin. Ve natubu ileyke ve nestağfiruk. Amin. Ve nu'minu bika ve netevekkelu aleyk. Amin. Ve nuthni aleykel hayra kulle. Amin. Neşkuruka ve la nekfuruka ve nehla'u ve netruku men yefjuruk. Amin. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال ولا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ولله عاقبة الأمور اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم قضي عنا الدين اللهم قضي عنا الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اصرف عنا عذاب جهنم اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم لا رب لنا سواك فندعو ولا مالك لنا غيرك فنرجو ومن نطلب وأنت المطلوب ومن نسأل وأنت صاحب الجود والكرم اللهم كيف ندعوك وأنت كريم اللهم كيف ندعوك ونحن عصاة اللهم كيف ندعوك ونحن عصاة ونحن مذنبين وكيف لا ندعوك وأنت كريم وأنت كريم وأنت كريم اللهم أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعطنا من فضلك فلا تحرمنا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم سلم
اللهم سلم بلادنا اللهم سلم بلادنا وسلم جميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بخير اللهم فوفق واعن اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء اللهم فرد سوءه في نحري وأشغله بنفسي واجعل تدبيره تدميرا واجعله عبرة للمعتبرين واجعله عبرة للحاضر والباد اللهم اكفنا عداوة كل عدو وبغي كل باغ وظلمة كل ظالم وفتنة كل فتان وكيد كل كائد من الجن والإنس إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد نسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام ونور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفنا شر الأشرار اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر التوارق الليل والنهار يا كبير يا متعال يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب